عبر زوم من دبي ينضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي ونناقش أسعار النفط. أهلا ومرحبا بك سيد رائد وشكرا على وجودك اليوم. أهلا محمد. نشاهد يعني واضح أنه وكان متوقع أن منتجي النفط الصخري الأمريكي بمجرد أن تكون مستويات الإنتاج مربحة، نحن الآن في مستويات 60، فسيبدأون بضخ المزيد من الإنتاج، سيبدأون بزيادة عمليات الحفر والتنقيب. هل سيعيدنا ذلك إلى المربع رقم 1؟ طبعا يعني مع ارتفاعات اسعار النفط، وايضا نقطه مهمه جدا محمد وهي انخفاض تكاليف الانتاج في ظروف كورونا التي فرضتها على نوعا ما على الاسواق اجمالا. تكاليف الانتاج انخفضت في بالنسبه للنفط الصخري، في نفس الوقت يوجد عندنا ارتفاعات في اسعار النفط نتيجه ارتفاع الطلب والتفاؤل بالفتره المستقبليه، وذلك يعزز من امكانيه ان يكون هناك زياده أكبر من المتوقع خلال تعاملات هذا العام بالنسبة لإنتاج النفط الصخري. ولكن أيضا لدينا المعروض النفطي التقليدي، يعني بفضل أوبك بلس والالتزامات الطوعية كذلك الأمر والالتزامات الفعلية بنتيجة أوبك بلس، تحافظ نوعا ما على يعني تماسك المعروض النفطي. نعم. ويمكن أن يستوعب الفورة الموجودة حاليا. طيب رائد، اليوم يعني سنعود بالذاكرة إلى ما بعد 2014، وكان دائما أي زيادة أو أي خفض من أوبك تقابله فورا تعويض لهذا الخفض بالزيادة من إنتاج النفط الصخري. هل سيتكرر هذا السيناريو من جديد؟ حتى لو تكرر هذا السيناريو، وممكن جدا ووارد جدا أن يتكرر هذا السيناريو، عندنا يعني استهلاك كان لمخزونات النفط حول العالم بشكل كبير خلال الفترة الماضية بالاستفادة من يعني ارتفاع هذه المخزونات في الآونة التي كان هناك أسعار النفط فيها منخفضة، وبالتالي بدأ نوعا ما يزداد الطلب في الفترة الحالية بتفاؤل الفترة المستقبلية. بالتالي عندنا على الأقل مارجن لارتفاعات النفط يمكنها من الاقتراب من مستويات حتى 70 دولار للبرميل في الفترة الحالية، دون أن يكون هناك القلق من زيادة الإنتاج النفط الصخري في الوقت الحالي، لأنه عندي الطلب الذي يعوض هذه الزيادة في الفترة الحالية، وخصوصا أنه كان عندي استهلاك واضح وتراجعات حتى في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تظهر أنه هناك يعني طلب يأتي في الفترة القادمة سيعزز من يعني ارتفاعات أسعار النفط. وأيضا في عامل مهم جدا وهو تراجعات الدولار الأمريكي التي شاهدناها خلال التعاملات اليوم، هو عند أدنى مستوياته في أسبوعين تقريبا. يعني أنت تبدو متفائلا بشأن أسعار النفط رائد، وحتى 70 أنت ذكرت، هل هذه المستهدفات سنصل إليها في النصف الأول من العام؟ ممكن جدا هذا أن يحدث خلال فترة يعني خلينا نقول سريعة نسبيا. التسارع نحو مستويات 62 دولار للبرميل مهم جدا، اختراق هذه المستويات حتى يكون لدينا يعني التفاؤل بمزيد من الارتفاعات. أعتقد ممكن أن يكون هناك اجتماعات أخرى من أوبك بلس لتأكيد يعني مدى الالتزام، إظهار تقارير مدى الالتزام، وكذلك الأمر استمرارية الخفض يعني الطوعي من السعودية في الفترة الحالية. وأعتقد يعني بالنسبة للنفط الصخري الأمريكي، يعني هذه هي المستويات التي يستطيع التحرك فيها حاليا والتشغيل حاليا، وبالتالي ذلك يعزز مزيد من الارتفاعات قد تحدث. ومهم نقطة مهمة جدا كما ذكرت، اللي هي الدولار الأمريكي الذي أعتقد سوف يكون تحت ضغط أكبر في الفترة القادمة مع تمرير الاتفاق حزمة التحفيز ب 1.9 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة. طيب يعني أنا طبعا واضح يا رائد، أنا كان سؤال الأخير كان عن الدولار ولكنك وضحت قبل أن أطرح حتى السؤال. أنا أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على هذه التحليلات.